بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، اليوم مع حلقة استثنائية جديدة لاستكمال عناصر حلقات مخالفات المباني لأهميتها. وحلقة اليوم بعنوان كيف تعرف أن لك محضر مخالفة؟ إزاي تعرف أن لك محضر مخالفة؟ في المقام الأول طبعا أنت قمت بارتكاب مخالفة، ارتكبت مخالفة مباني، اي نوع من انواع المخالفات من المباني الواردة في القانون 119 سنة 2008 وكل انواعها، سواء كان على ارض زراعية او على املاك دولة او مخالفة داخل الحيز العمراني او خارج الحيز العمراني او مخالفة شروط تراخيص. انت عارف المخالفة اللي انت عاملها وعارف انت عملت ايه بالظبط، يعني انت شخصيا عارف انك عملت مخالفة، ولكن ازاي هتعرف انك اتعمل لك محضر مخالفة؟ هي دي القصة. ازاي هتعرف انك اتعمل لك محضر مخالفة؟ لان محضر المخالفة بتاعك ده مستند لك في ملف التصالح، لاذا رحت تقدم ملف تصالح وفق القانون 17 لسنة 2019 المعدل بواحد لسنة 2020. اولا، اي محضر يتم تحريره على اي مخالفة مباني ومن اي جهة سيتم قيده برقم قضائي جنح في دفتر القضايا في اسم او مركز الشرطة الواقع في دائرته العقار محل المخالفة. المكان اللي انت عارف انك عملت فيه المخالفة، سواء كان ارض زراعية او مباني او بيت مبني فعلا او موجود، وهيتعمل لك محضر مخالفة فيه، هيتعمل لك في دائرة القسم اللي فيه العقار جنحة، لأن محضر المخالفة بيروح اللي عمل المحضر يسلم صورة منه لاسم الشرطة وبتقيد برقم قضائي جنح. طيب اتعمل المحضر، هنعرف المحضر ده اتعمل من أنهي جهة وليه وازاي وتفاصيله ايه، او نقدر نجيب صورة منه ازاي. انت عندك يا اما الادارة الزراعية في دائرة الارض محل المخالفة، اذا كانت ارض زراعية بتروح الادارة الزراعية، لان في هناك مكتب حماية الاراضي وفي مكاتب المختصة بالاشراف على الارض الزراعية، لان مشرف الحوض اللي بتقع فيه قطعة الارض محل المخالفة وهو بيمر على الحوض، اي مخالفة بتتم في الحوض بيحرر لها محضر، وبيروح المحضر ده في دفتر، والدفتر بيبقى عدة صور، بيبقى فيه صور منه محفوظة في الادارة الزراعية في حماية الاراضي. كده انت وصلت الارض الزراعية لو فيها مخالفة هتجيبها منين؟ الادارة الزراعية في الدائرة اللي انت فيها. طيب نفرض انها املاك دولة، تعدي على املاك دولة، بتروح الوحدة المحلية، في الوحدة المحلية اللي في دائرتها الارض مكتب املاك الدولة، وتروح تسأل عن محضر المخالفة، نفس الحكاية في صورة وله ملف هناك في قلب مكتب املاك الدولة، وبتجيب صورة من المحضر، بتقدم طلب وبتستخرج صورة رسمية منه او بتحصل على صورة ضوئية منه حسب الاحوال. ده اذا كانت المحضر تعدي على ارض زراعية او تعدي على املاك دولة. برضو نفس الحكاية لو المحضر نوع من انواع التعدي الاخرى اللي انا ذكرتها من شوية الواردة في القانون واللي القانون التصالح نص عليها، زي مثلا مخالفة لشروط الترخيص، تعدي على خط التنظيم، خارج خط التنظيم او خارج الحيز العمراني، اي محضر مخالفة من هذه المخالفات بتلجأ للوحدة المحلية، بيبقى في صورة من محضر مخالفة في الوحدة المحلية ومعمول لك ملف بيها، بتجيب صورة منه يا اما رسمية يا اما ضوئية، بتبتدي التحرك بناء على هذه الصورة. ازاي؟ تحت اي ظروف اي محضر مخالفة مهما كان، سواء بناء على ارض زراعية، سواء تعدي على املاك دولة، سواء
مخالفه من مخالفات المباني اللي انا ذكرتها او اللي احنا قلناها في الحلقات المتعدده وقاعدين نقرر ونعيد ونزيد فيها، اي مخالفه من هذه المخالفات بيتم تحرير لها محضر، بيروح اللي حرر موظف الحرر المحضر يسلم اسم الشرطه زي ما قلت صوره من المحضر لقيدها برقم جنح، بتاخد الرقم وبتطلع بيه على النيابة اللي في دائرتها الاسم اللي انت رحت كشفت فيه على الرقم، بتطلع على مكتب اسمه جدول قيد الجنح، وبتطلع على جدول قيد الجنح بالرقم اللي انت جبته من اسم الشرطة، بتعرف تاريخ الجلسة المحددة، وبتبتدي تتجه الى محاميك وتحدد موقفك القانوني اللي هتتخذه ايه. ده بالنسبة للقيد المحضر، وانك ازاي تعرف محضر، تعرف ان لك محضر مخالفة مباني. وزي ما انا قلت اذا كانت المخالفة متنوعة زي على تنوعات المخالفات اللي وردت في قانون التصالح ونص عليها في القانون 17 سنة 2019 المعدل ب21/20 المخالفات المتنوعة، كل هذه المخالفات محضرها لابد أن يقيد في دفتر قيد القضايا الجنح في اسم الشرطة التابع له المخالف. انت بتروح بعد كده رحت النيابة وكشفت بالرقم ده ولقيت ان الجنحة دي تحدد لها جلسة محاكمة، طب انت عايز تبتدي تتحرك في الموضوع، هو اولا التحرك هيبقى التحرك الجدي والايجابي لمحاميك. ازاي محاميك هيروح يطلع على القضية ويجيب صورة من محضر المخالفة وصورة من المحضر نفسه اللي متحرر لك على المخالفة، يعني اللي هو محضر الاستدلالات او محضر الشرطة غير محضر المخالفة، بيجيب صورة كاملة من الملف ويبتدي التحرك ويشتغل عليه، يا اما صورة رسمية بيقدم طلب باستخراجها او صورة ضوئية بيحصل عليها من سكرتير الجلسة، بيتحرك بموجب دي او دي عشان يحدد الاتجاه اللي هيشتغل معاك ايه في المحكمة، وازاي يجهز ملف التصالح لتقديمه للوحدة المحلية اللي انت هتقدم الملف قدامها. ليه؟ لان كل ده بنعدده ليه؟ لان محضر المخالفة مستند اساسي في ملف التصالح، لان هو اللي حدد نوع المخالفة وحجم المخالفة وشكل المخالفة ومكان المخالفة والعقار اللي تمت فيه المخالفة وتابع لدائرة الاسم الفلاني، محضر المخالفة هو اللي حدد، ومحضر المخالفة هو اللي هيتم تقييم الرسوم عليه، لما تقوم المعاينة على المخالفة بتاعتك بيتحدد الرسوم عليه، ولما بتيجي تدفع رسم الجدية 25% المقترح الجديد بيتحدد بناء على محضر المخالفة او على حجم المخالفة اللي متحررة لك في محضر مخالفة. كده يبقى انت وصلت للنتيجة الايجابية، ازاي انك تعرف ان تم تحرير محضر مخالفة لك، زي ما انا قلت كده، يا اما عن طريق الجهة اللي حررت لك المحضر حسب الاحوال، يا اما الزراعة تبقى الارض الزراعية، او اذا كانت املاك دولة يبقى الوحدة المحلية، او اذا كان مخالفة لشروط تراخيص او خارج الحيز العمراني او اي مخالفة من هذه المخالفات الوحدة المحلية ايضا هتلاقي فيها المحضر، تجيب صورة من هنا او صورة من هنا، او بتروح تجيب رقم القيد القضائي وتعرف رقم الجنح بتاعها، تروح النيابة بتجيب صورة من سكرتير الجلسة اللي تحددت عنده الجلسة، بيجيب صورة من المحضر وتبتدي توديها للمحامي بتاعك وتتحرك عليه. وكده نبقى عرفنا محضرنا اتحرر فين وامتى وازاي، ووصلنا للنقطة اللي هنبتدي نتحرك فيها في الحلقة القادمة ان شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.